وعندي ولدين تعبانين مرضانين وكثير عانيت كثير وأني أدور لهم على علاج وعلاج مجاني بدون مردود مالي أو إشي إلا ما يحتاج الواحد كله عايش. كنت على الأغذية اللي نستلمها من الأمم المتحدة. وأول معاش استلمته كنت أمشي بالسوق أنا وابني على طول قبل ما يقول لي ابني ماما بدي خضرة بدي هذا. أقول له ماما لبكرة. لما استلمت المعاش وأول معاش استلمته جبت له خضرة كل شيء بدي إياه. شو قال لأخوته؟ هذا إجي بكرة. يعني ماما ما بتجذب علي، هذا بكرة إجي بكرة. حسيت حالي نسيت تعبي، نسيت كل شيء همومي. تعرضت منه لاغتصاب من أبوي وتجوزته. طبعا عمامي وأهلي ما سألوا ولا اهتموا، ما سألوا عنه ولا أي إشي. باليوم أنا كنت حامل بابني بست شهور ونص. طبعا هو رجع على البيت سكران طبعا محشش وضربني، راح بلا سبب. حتى الطلق اجاني ما طلع علي نهار. خلفته ورجعت لعنده ليش؟ لانه ما عنديش اهل انهم يتقبلوني. ولا حدا بيقبل فيا. هيني أنا الحمد لله مكنوني اتحاد المرأة وهي موظفوني عندهم أحلى وظيفة وحطوا لي ابني بالمدرسة، وهيني عم بحاول بكل جهدي إني أوقف أجري عشان أعيش أنا وابني سعيدة. Young Women is currently assisting the government of Jordan in mitigating the impact of the Syrian crisis. How do we do that? First of all, by facilitating access to decent jobs for Jordanian vulnerable women living in the host communities. And number two, by creating casual work opportunities for the Syrian refugees. We aim to use economic empowerment as a way to end violence against women and to build trust among the Syrian and Jordanian communities. بلشت بمبلغ صغير، بعدين أخذت القرض صغير ممول منهم وبلشت فيه، وإن شاء الله الحمد لله فتحت محل ودخل. أعطاني شخصية أكبر، يعني إنه قدرت إني أواجه المجتمع بثقة أكثر. صار عندي يعني إني أشتري أشياء أكبر لبيتي لأولادي، إني أساعدهم بأمور هم تتطلب الحياة بأسلوب أفضل من السابقة. The Jordan National Commission for Women is working side by side with UN Women to implement the UN Security Council Resolution 1325 on women, peace and security by adopting a national action plan on women, peace and security in Jordan. This plan will enable the Jordanian government to include women and gender issues in all aspects of security sectors, peace negotiations and peace processes and peace building and peacekeeping missions in a consistent manner. طريق هاي المباراة تعرفت على بنات كثير كويسات من الأردن وكثير لطيفات، وخلتني هاي المباراة إنه أحس يعني مش غريب عنهن أو أي شيء، يعني إنه مش من أني من دولة ثانية وهي من دولة، لا صرنا مثل يعني كأنه أصحاب وأصدقاء مثل الدولة، وهن كانوا كثير لطيفات وحنونات وكويسة. ما كان عندي فكرة إني رح أتعرف على ناس سوريين وإني أتعامل معاهم، بس الحمد لله كرة القدم خلتني أصير إحنا وياهم كتير صحبة ونتعرف على بعض على قريب كتير.